هو أفضل ممشى في العالم؟ هل يعقل عندنا أفضل ممشى في العالم؟ في المدينة المنورة؟ هل يعقل؟ عندنا هنا كمان السبح يعني يهموا أهل المدينة كلهم. ليش سميناه سبرك في المدينة؟ فخراً واعتزازاً بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة بالبركة. المدينة كانت لها ثلاثة بوابات. سمعت انه لها مردود مالي. انا لاقوا حق نفسك الباطل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم. نحن سمعنا انه عندنا افضل ممشى في العالم في المدينة المنورة. هذا الكلام صحيح؟ نحن الان عندنا الخبير الاستاذ محمد حيشرح لنا الممشى وليش هو افضل ممشى في العالم. طبعا في البداية احييك حياك الله واتشرفني اطلع معك في المرة والمرة الثانية في القناة. طبعا انا ذكرت في المقطع انه هو افضل ممشى في العالم. طبعا هذه من وجهة نظري، ربما يتفق معي احد يختلف معي احد، لكن انا البعد اللي كنت يعني اقصده من خلال المقطع هذا اللي هو البعد الديني. طيب يا اخوان الله يعطيكم العافيه، نحن الان في سوق بركه المدينه في ممشى قبة، ونحن الان باذن الله تعالى حنعرف ايش الخدمات اللي يوفروها. معنا الاستاذ مايا هي اللي حتشرح لنا جميع البوثات. تفضل. اهلا وسهلا، معكم مايا بخيت اولا. والحمد لله مشروعنا يتميز بانه هو اكبر سوق مفتوح في منطقه المدينه المنوره، ولله الحمد قدرنا فيه ندعم اسر منتجه حابه تبدا مشاريعها الصغيره باكشاك بمعدل تقريبا 100 كشك، 70 للمنتجات و30% منها للمأكولات والمشروبات وإلى آخره. ما شاء الله، كم قسم الآن عندكم انتوا هنا؟ حاليا عندنا 4 أقسام. القسم الأول اللي هو قسم البوثات تبع أسر المنتجة، والقسم الثاني تبع العلامات التجارية، والثالث تبع البوثات الفوتوبوث التصوير، والقسم الرابع تبع الأطفال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم بوث نابوليتا، نقدم بيتزا إيطالية على وصولها إن شاء الله، نستخدم فيها دقيق خاص وتتخمر مدة يوم إلى يومين في الثلاجة، ونقدمها بنوعين، نوع الركة اللي هو دبس الرمان والجرجير، ونوع بالمارغريتا اللي هي بالريحان. ايش يميزكم؟ ايش يميزكم؟ لنا شيء خاص، البيتزا هذه الإيطالية هي شيء خاص سبيشل من طريقة إنتاجها وطريقة صعبة جدا. صعبة جدا جدا جدا، لها أكثر ممكن من 7 إلى 8 تكنيكات أستخدمها عشان تطلع العجينة بالشكل هذا. جونا 3 شيفات، واحد إيطالي من نابولي جاب الشيخ صالح الخلف، 3 شيفات أثنوا عليها من غير الزبائن الحمد لله، يروحوا ويرجعوا لنا مرة أكثر من مرة الحمد لله. الله يعطيك العافية. الله يعطيكم العافية ويوفقكم. آمين يا رب. إن شاء الله تشوفون قريب إن شاء الله بإذن الله فرعنا إن شاء الله. بإذن الله. انطلاقاتنا من هنا وإن شاء الله فروع إن شاء الله جاية بإذن الله. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. سلام عليكم. صحيح أستاذ محمد، إيش المشروع الجديد ما شاء الله تبارك الله، كيف بدأت وإيش الأعمال اللي عندكم؟ تفضل. الأعمال والله حبيبي بدأنا أول شيء كنا نرجع من المغرب نزرع أكلات المدينية، عيش أبو اللحم، الأشياء أكل المدينة، وفي الليل بنخلي بليلة وبطاطس مقلية، بليلة وبطاطس مقلية وفي عصيرات. إيش اللي يميزها؟ اللي يميزها الصوصات حقتها. تفضل. والبطاطس فريش، يعني البطاطس ما تجيب المجمد ابدا، البطاطس نقيه بعنايه خاصه. واتكلنا والله بين احياء المدينه، وبعدين ما شاء الله لازال خير بركه المدينه لما فتحوا السوق هنا، فهذا كان يعني مريحنا كثير، حتى يعني اخذت راحتي اني جبت اهلي معي بيشتغلوا وابنائي، يعني كلنا اللي نشوفنا احنا اهل هنا ما شاء الله، ما في احد فينا غريب. ما شاء الله يعتبر بيت كلهم عائلة واحدة، زوجتي وابنائي، يعني ما في احد غريب فيه. يعتبر هذه ميزه، يعتبر انت عائله بتقوم نفسكم بنفسكم، وهذا الشيء اللي ريحنا في هذا سوق بركه المدينه هنا، اللي ريحنا الاجواء العائليه وامان راحه،
فهنا والله زوجة يعني يد اليمين في هذا المشروع. ما شاء الله تبارك الله، يبارك لكم فيها بإذن الله تعالى. الله يعطيكم العافية. جادة بكل اختصار هي أنشئت في المدينة أنها تكون كوصل ما بين الحرم وما بين مسجد قباء اتباعا لسنة الرسول. سكان المنطقة المدينة المنورة بيزوروها، غير انه كثير زوار بيجوها زي الحجاج او المعتمرين او الى اخره. فحبينا نوفر زي ما قلت لكم الاحتياجات للجميع، ونعطي انطباعا عن مدينتنا وعن اهلها وايش نقدر نقدم، يعني احنا ايش عندنا، وياخذوا فكرة حلوة عننا. ليش هو افضل ممشى في العالم؟ تميز بجانب ديني، تميز بجانب ترفيهي، بجانب اجتماعي، تميز بعديد من الأمور. أولى هذه الأمور مثل ما ذكرنا لكم اللي هو الجانب الديني. طبعا هذا الطريق أنشئ يحاذي طريق درب السنة اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي فيه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا أو ماشيا فيصلي فيه ركعتين. فكان طريق النبي عليه الصلاة والسلام طبعا مو هذا الطريق نفسه، لكن هذا الطريق يحاذي طريق درب السنة. طريق درب السنة هو الآن يقع عن يميني تقريبا في هذه الجهات في حي البحر. نحن الآن في منطقة وسط ما بين حي البحر وما بين حي الدويمة. عندنا في هذا الطريق نمر بعديد من ديار الصحابة الكرام. فمثلا الحي اللي بجانبنا الآن عن يمين المتابعين، عن يميننا هنا عندنا حي اسمه الدويمة، قديما كان اسمه حي بنو بياضة، كان يسكن فيه من الصحابة الأنصار اللي هم بنو بياضة. بعد بنو بياضة عندنا حيجينا بنو زريق، بعد بنو زريق عندنا بنو ساعدة، عند منطقة المسجد النبوي الشريف عندنا بنو النجار. هذا الطريق سلك النبي عليه الصلاة والسلام ومر بكل ديار الصحابة هؤلاء، وكلهم طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أنه تعال في أيام الهجرة. طبعا في أيام الهجرة الأولى لما كان متجه إلى المدينة عشان يبني مسجد له وحجرات لنسائه، كانوا يطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أنه تعال هلم إلى العدة والعتاد والمنعة، تعال ابني مسجدك ومنزلك عندنا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في كل مرة يقول لهم خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة، حتى جاءت الناقة وبركت في ديار بنو النجار. فهذا من الجانب الديني تميز هذا الطريق لأنه يحتوي على عديد من معالم سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. نأتي إلى الجانب الترفيهي، يعني أنت تلاحظ الآن ما شاء الله الدراجات النارية، الدراجات الهوائية. المدينة كانت لها ثلاثة بوابات، بوابة باب الشام وباب الكومة وباب السلام. هذه وإذا غابت الشمس أبوي يقول يقفلون البيبان دي، اللي برا برا واللي جوا جوا، جاي من المدينة يبات برا السوق، وإذا جاء الفجر الصباح فتحوا البيبان ذي ودخلوا الناس إلى المنطقة اللي قلت لك أنا عليها، وإذا غابت الشمس طبعا على غيبة الشمس قفلوها. فتحوا سوق جديد في الأمام، حنا نصوره الآن إذا رحنا عليه. هذا سوق سموه بسوق بركة المدينة، وحتى وضعوا يعني ما شاء الله لافتة جميلة مكتوب عليها دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم بارك لأهل المدينة في مدهم وصاعهم وإلى آخر الحديث. أول ما حنبدأ نمشي حتبدأ منطقة المنتجات، كلها مثلا تنوعها ملابس، عبايات، إكسسوارات، عطور إلى آخره. كان كروشيه، كان شنط، كان عطور، كان بخور، كان أحجار كريمة، كله شغل يدوي. إحنا اللي بنجيب الخامات وبنصممها عندنا هنا، عشان كده بضاعتنا حصرية. نويت تلاقي نفس النموذج أو نفس الشكل عند أحد تاني، وهذا اللي بيميزنا. طيب يا أخوان، هنتكلم عن سبحة تقريبا يدوية بألف ريال. ليش؟ أسعارنا مميزة جدا عملية، يعني أسعارنا من في الكروشيه تبدأ من 35 وأعلى شيء عندنا يوصل 300 ريال. هذا بالنسبة للأشغال اليدوية. بالنسبة للفضيات كسبح عندنا في توصل ل 1200، في عندنا بعض السبح العقيق، في عندنا بعض الخواتم كمان توصل ل 500-600 على حسب تصميم الحجر والديزاين حق النكش، لأنه زي ما قلت لكم هذه تصاميم خاصة ما هي صب. هذه الأشياء الغالية اللي عندنا، أما غير كده أسعارنا جدا جدا رائعة وفي المتناول الجميع من فضل الله. الأول حاجة إن هي حجر عقيق، ثاني حاجة إن هي تصميم فضة طرابزوني، ولو تلاحظوا هنا عندكم كل إمام يختلف عن الثاني، هذه بتحمل فضة أكثر لأنه الفضة بالجرام. كل فضة كل سبحة لها تصميم خاص فيها، وهذا اللي بيميزها عن الثاني. يعني هذا حجر نوع من أنواع حجر العقيق، وهذا نوع من أنواع الحجر العقيق، وهذا نفس الشيء. في عندنا كمان أحجار تانية، في عندنا الجاد، في عندنا الياقوت، الفيروز، في عندنا هنا كمان السبح بطريقة مبتكرة، عاملين في الإمام حق السبحة بالكروشيه. كمان عندنا تصاميم الشنط هنا والحافظات حقت الأمور.
اللوجو حقنا في سوق البركة. فكرتنا برجر وبرجر لحم وبرجر دجاج طبعا بانواع الفرايز. اللحم انواع اللحوم انا اللي شغال عليها، انا اللي بجيبها بنفسي وانا اللي بفصلها عن الشحوم وانا اللي بفرمها. هذه الخدمة اللي انا اقدر اميز فيها نفسي عن باقي المحلات. وبس هذا هو كان مشروعنا بكل اختصار في سوق بركة المدينة، وزي ما دائما نحب نقول ان شاء الله تيجوا عندنا وتعيشوا يوم لطيف في مشروع لطيف باذن الله، وتزرع وتسمع ذكريات الطف باذن اللطيف. احنا هنا موجودين لخدمتكم، احنا هنا عشان الزوار. عندكم اي اقتراحات ممكن تشوفوا انها تطور من المكان، احنا دائما تحت خدمتكم باذن الله. ان شاء الله تزورونا وتنورونا وتشرفونا، هذه فقط البدايه والقادم اعظم باذن اللطيف. طيب يا اخوان، نحن غطينا وخلصنا جادة قباء والحمد لله، اخذنا وقتنا وعرفنا ايش ميزه جادة قباء، وعرفنا ايضا السيره المكانيه لهذا المكان المبارك، وايضا الخدمات المتوفره الان في جادة قباء. يعطيكم العافيه ونشوفكم في الحلقات القادمه. سلام سلام.